انا مش عايز صوصوة بغبغة كتير على الصبح. ما انا برضك مش عايزة صغيرة يا يحيى عشان اصحابي كلهم يشوفوني واخواتي جايبيني وموديني من المدرسة. مريم ما تعليش صوتك واصطبحي على الصبح. طب مش رايحة المدرسة يا يحيى. ترمي الكتب؟ ترمي الكتب؟ وقعوا مني يا ابو وقعوا مني. طب لميهم. صباح الخير يا استاذة ايه. بقول لك ايه تاكلي غزل؟ لا شكرا يا ايه. ازيك يا مريم؟ اهلا. بقول لك ايه؟ انا هوصل مريم المدرسة، تيجي معانا في طريق؟ لا اصل انا نزلت كتاب جوه هدخل اجيبه، معلش اسبقوني. نستناكي. انا مش هستنى حد. طيب. بتسهيلي يا بت مريم؟ تعالي يا مريم. في واحد جاي من التأمينات عاوز يقابل حضرتك. مش فاضي، وزعه يجي وقت تاني. وفي حاجة تانية؟ لا تانية ولا تالتة، الساعة 4 دلوقتي، خلاص مش فاضي. إبراهيم عاوز يقابل حضرتك. إبراهيم مين؟ إبراهيم مين؟ إبراهيم ابنك. أهلا إبراهيم، إزيك يا حبيبي؟ أنا آسف بابا، أنا جيت كده من غير ميعاد. لا لا حبيبي، تيجي أي وقت أنا وسعت. أنت لسه واقف. ما تسيبنا. أب وابنه هيتكلموا، مش يمكن في أسرار؟ أنا آسف. يا إبراهيم، عايز حاجة؟ الحقيقة بابا ما ينفعش ما تقعد تقول الحقيقة والواقع، ما فيش وقت للكلام ده. الساعة 4 دلوقتي وأنا عندي ميعاد مصيري الساعة 5، لو تأخرت ثانية يبوظ. أنا عاوز حضرتك تيجي معايا الجامعة. أجي معاك دلوقتي؟ لا يا بابا، أصلهم سحبوا مني الكارنيه وحرموني من امتحان السنة دي. وعايز حضرتك تيجي معايا بكرة عشان تقابل وكيل الكلية. هما قالوا كل طالب لازم يجيب ولي أمره. انت معايا يا بابا؟ ايوه معاك يا حبيبي. كويس، برافو عليك. هو ايه ده اللي كويس؟ هو انت كنت بتقول ايه؟ بقول لحضرتك رفضوني من الكليه. رفضوك؟ لا مش من حقهم. انا لقيت كده اسكت على الموضوع ده. انا بكره هاجي لك الصبح لقابل عميد الكليه، رئيس الجامعه كمان. انسى الموضوع ده، اعتبره خلص خلاص. بس انا دلوقتي يا ابراهيم لازم امشي عشان الميعاد بتاعي. حضرتك بكرة الساعة 9 قدام باب الجامعة؟ 9 بالثانية هتلاقيني قدامك. المهم انت يا بطل بقى ما تتأخرش. باي باي إبراهيم. بقى انت شايل كل ده في قلبك وساكت، وانا اللي افتكرتك مجرم بالفطرة. صحيح يا اخوانا الشكل يخدع. يا عم ما تزعلش، والله العظيم بهزر معاك. انا عارف ان انا اتورطت هنا، بس اعمل ايه؟ أعمل إيه؟ أنا لا عايز أقتل ولا عايز أنيل، أنا لقيت نفسي بعمل كده. الله يطمنك. طب أطمن أنا بقى الناس دي عشان زمانهم باظوا خالص. Don't worry. He is good man. I talk with him and we will go to home after 10 minutes. 10 minutes كفاية؟ زي ما أنت عايز. ساعة 3 hours. Don't worry. منها لله مراتي. ضيعتني. ما تاخذنيش بقى انت السبب. ايه اللي يخليك تتجوز واحده خواجايه؟ يعني من قله؟ ده انت لو مشيت في شارع السودان هتلاقي البنات اكتر من الهم على القلب. بعيد عليك شارع السودان؟ انت ساكن فين؟ بص امشي في اي حته هتلاقيهم مترميين في الشوارع، واسمها بنت بلدك. ويوم ما تاخد منك العيال وتطفش اجعص محضر هيروح يجيبها لك. ايه؟ هو انا قلبت عليك المواجع ولا ايه؟ يا عم ما تزعلش، كل حاجه وليها حل. الله نعيش عيون الليل ونقوم. سلمى سلميلو سلمى. ايه عايز ايه؟ عيش من جوه. قوم هات انت. يعني سيب الاكل عشان اقوم اجيب عيش؟ ما تجيب المطبخ، هات الرغيفين وهشوفك بحاجه. مش كفايه ان انا حضرت لك الفطار؟ يحيى اللي انت مش واخد بالك منه ان انا ان شاء الله كمان حاجه بسيطه قوي هتخرج. وعقبالك كده هبقى دكتورة. بتصدقي الكلام ده؟ انت هتجيبي الشهادة تحطيها جنب النيش عند الصيني، وتتجوزي واحد تعمليه فطار وتغسليه رجليه. يلا يا فاشل. يلا يا دكتورة. اه الحجوج جه، حبيبة قلبي، ايه اللي هتجيب لي ولا حاجة ليك يا دكتورة؟ حجوجة بالله عليكي، رغيفين بس مفقعين. صباح النور. بارد يا تيتا معلش. سيبيه يا بنتي، ما هو أصل الإحساس ده نعمة. ليه بطوطه مالك قفوشه ليه؟ مين مزعلك؟ اصلها راجع من فرح وقبالك. ايه السخافه دي؟ ما شاء الله كبرتي بقيتي عبيطه.
زمانهم جايين. يجوا براحتهم. براحتهم ازاي بس مش في ميعاد؟ الغايب حكيته معاه. نسينا كل اللي حصل وقاعدين نستنى الوزير وابنه. احنا قاعدين في بيتنا يا ابني، ما خسرناش حاجه. ده وزير يعني موعده بابا لازم تكون بالثانيه. الاستاذ كمال مواعيده مظبوط وعمره ما تاخر على محاضره ولا ثانيه. بس دي مش محاضره، ده مشوار دمه تقيل. واد جهيم انت نمت؟ اصحى ياض، قوم يالا، اصحى يالا. انام ازاي يعني في بيت زي ده؟ ده حتى هيبقى حرام. ده انا جايبه لك خبر يساوي تقله ده. الله، انت ايه حكايه الدهب معاك النهارده يا اما؟ هو انت مزنوقه في قرشين يعني وعايزه تبيع دهبك؟ بطل لما ده يالا. اسمع، ابوك قال لي على كلام بس احلف انك ما تجيبلوش سيره، اصل عايز يعملها لك مفاجاه. ايه؟ اخيرا اقتنع انه يبيع الارض؟ ارض ايه؟ اوعى تجيب سيره الارض دي قصاده. هو كلم رئيس مجلس اداره الشركه اللي بيشتغل فيها وقال له انا عايز اعين هي مبني. قال له يا محمود يا اخويا انت بتتكلم في ايه؟ انت خدمت الشركه كتير ومن حقك ان ابنك يتعين، اعتبر الموضوع ده منتهي وهيما ده ابني قبل ما يبقى ابنك. يا سلام، يعني انا بقالي قضين دلوقتي، واحد منهم رئيس مجلس اداره والتاني بيشتغل عنده. ربنا يزيد ويبارك يا رب، والنبي ياما سيبيني انام الله يكرمك. انت مش مصدقني ولا ايه؟ لا ياما بصراحه مش مصدقك. عارفه لو كنت قلتي لي ان رئيس مجلس الاداره وطى على ايد ابويا وقعد يقول له يا محمود يا اخويا ابوس ايدك هات هيما ابني يشتغل عندنا كنت صدقتك. طيب ماشي يا هيما، الحق عليا اللي قلت ابشرك عشان تنام مطمن. يا وانا اقول يا رب انا مش عارف انام ليه، مش عارف انام ليه، اتريني كنت محتاجه اطمن. الحمد لله انا كده اطمنت ياما، سيبيني انام. ربنا يطمنك يا حبيبي. شهيمة انت نمت؟ اصحى ياض، اوعي واد تنسى تتفاجئ اما ابوك يفاجئك. ولا اقدر ياما، هو الواحد مننا في ديك الساعه لما يعمل نفسه متفاجئ ساعه ما ابوه يفاجئه؟